اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونقاد رياضيين الكبار، الاستاذ محمد القوسي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايضا الاستاذ خالد الاتريبي. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايضا الاستاذ احمد. طب غير مكانك معايا. اي خدمه؟ اعمل لك كمين؟ ما تعرفش انا حافظ. ازيك يا عويس؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله تمام؟ الحمد لله. ازيك يا حكم؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اه طبعا ده شرف ليا. هنا بيتدلع حبيبي. نبدل دلوقتي تاني؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله كله تمام يا كابتن. الحمد لله. طيب خليني بس الاول ابدا بخبر عايز اقول لحضراتكم. زي ما حضراتكم عارفين كل جمهور النادي الاهلي ان البطوله العربيه لكره السله بدات اول امبارح الحقيقه، ونتائج مبهره للفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي بيفوز في اولى لقاءاته على حضرموت اليمني بنتيجه 126-69، والاهلي ايضا بيتاهل النهارده لربع نهائي البطوله العربيه لانديه كره السله، وبيفوز على الفريق الجزائري، والحقيقه نتائج جيده جدا لفريق كره السله في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين اي مدير فني لما بيجي، اي مدير فني اجنبي خصوصا لما بيجي كمان بتبقى الامور لسه في الاول مش قوي، بعد كده الامور بتبتدي تتحسن واحده واحده لغايه ان شاء الله ما نشوف فريق كره السله بيصل للمستوى المطلوب والمأمول من جمهور النادي الاهلي، خصوصا بعد استقدام مدير فني كبير الحقيقه زي اوجاستي، عامل شغل رائع جدا للي متابع لكره السله في النادي الاهلي. اعتقد يا استاذ محمد نتائج جيده جدا، والوقت بس كان في الاول الدنيا ما كانتش مظبوطه شويه، ولكن الامور بدات تتحسن واحده بواحده. ده طبيعي يعني، لا سيما وان حد زي اوجاستي عارف قدراته وامكانيات لعيبه الاهلي، كان موجود في الدوري المصري السنه اللي عدت. ايوه الحقيقه بدايه حلوه، لما البدايه تكون قويه فده بيعطيك يعني دوافع وبيديك حماس وبيعطيك ثقه كبيره جدا. تم تدعيم الفريق بعدد كبير جدا من اللاعبين، عدد مميز من اللاعبين، لاعبين اجانب. الحقيقه اوجاستي بادي بدايه قويه جدا. انا هعتبر الدوري العربيه يعني لسه لما نوصل المراحل النهائيه هتكون كل ما بتقدم اكتر بالقوه بتزيد، لكن هي تعتبر اعداد قوي جدا 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 لبطوله الدوري الساخنه والقويه عندنا في الدوري المصري. الحقيقه نتائج هايله ونتائج مبهره وفوارق كبيره جدا بين الاهلي وبين الفرق اللي بيقابلها لغايه دلوقتي. الحقيقة الارقام حتى في كره السله الحقيقه ما كانتش بتتعدى لهذا الشكل، ان النادي الاهلي يصل ل 126 في مباراه، او في المباراه الثانيه امام بوفاريك الجزائري ايضا. اعتقد ان دي نتائج كبيره جدا بتدل على ان المدرب خلاص ابتدى ياخد على اللاعبين، واللاعبين ابتدت تاخد على طريقه المدرب. يا خالد طبعا، يعني زي ما بيقولوا كده المدير الفني لما بيكون فاهم وفاهم الامكانيات اللي عنده وما اعلمه ومن خلال متابعتي، يعني ان الراجل بيتكلم على او بيعد وبيستخدم اللاعبين صغار السن، اللاعيبه الشباب بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا. قبل كده ما كانش بيحصل كتير، انما الراجل شايف ودارس نقاط القوه عند النادي الاهلي ونقاط الضعف. بس برضو خلينا نقول ان لسه احنا في البطولات العربيه وفي الادوار التمهيديه بيكون الاداء او بيكون الفرق يعني المستوى الفني ضعيف الى حد ما، انما ممكن النتائج تحس ان فيها تنافسيه اكتر في الادوار اللي جايه الفتره في الادوار اللي جايه. عويس اعتقد ان الامور هتبقى اصعب وهيبان لنا اكتر المستوى الفني اللي وصل له فريق كره السله. هو طبعا اوجاستي بدا مع الاهلي في بطوله منطقه القاهره اللي كنا بننقلها عندنا على قناه الاهلي، وبدا بدايات هاديه جدا، جرب مجموعه كبيره جدا من ناشئين النادي الاهلي، وفي الاخر حقق فوز على فريق الجزيره فريق قوي، حقق فوز بفريق كبير جدا في النقط، وكان الاهلي بيلعب وهو مستريح جدا في مباراه بدر. بعد كده بدا بمباراه حضرموت اليمني وكسبها، وداد بوفريك الجزائري، وعنده بعد كده الفتح السعودي. اعتقد ان من مباريات دور الثمانيه او مباريات دور ال 16، لان البطوله فيها فرق، فيها 20 فريق تقريبا، فهيبدا يخرج منهم فرق 18 فريق 18 او 19 فريق لا 18 هيخرج منها مجموعه كبيره من الفرق، ويبدا بقى في الاخر، لانه الفرق اللبنانيه جايبه لعيبه محترفين، فرق الامارات جايبه لعيبه عندهم محترفين كتير جدا. اعتقد انه في الفتره اللي جايه الفريق النادي الاهلي هيبان مستواه الحقيقي، واعتقد انه هيحقق نتائج طيبه جدا، لان مدرب فاهم، مدرب شاطر، وفي لعيب محترف تاني مع عندنا اثنين لاعبين محترفين اجانب في الفريق، تم تدعيم الفريق بقوه، واعتقد انه ان شاء الله يعني هيحقق نتائج اعتقد ان هي هتبقى كبيره باذن الله. دور الاداره والنشاط الرياضي في التدعيمات الكتيره واختيار المدير الفني اعتقد ان هو واضح مع كره السله. طبعا كابتن رؤوف عبد القادر ومجلس اداره النادي الاهلي ما تاخرش نهائيا عن دعم الفريق،
يمكن هم تعاقدوا مع مايكل تومسون ده كان بناء على اختيار اوجستي الاسباني اوجستي ده تعاقدوا معاه لمده سنه ثم جابوا للبطوله دي بس فاكوادي تمام دي البطوله دي بس يعني لمده 10 او 15 يوم البطوله يعني مجلس الاداره ما بخلش كان تعاقدوا مع كذا لاعب في لدعم الفريق البطوله اعتقد يعني هم في 3 او 4 انديه هيكونوا مرشحين للبطوله ممكن يوصلوا لو ما اصطدموش مبكرا هيبقى الاهلي والاتحاد وبيروت اللبناني وفي الشرق الاماراتي دول الاربع فرق اللي هيكونوا مرشحين انهم يوصلوا مربع الذهب لو ما اصطدموش ببعض في دور الثمان تمام نتمنى طبعا كل التوفيق ودايما من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بنحاول نجيب لحضراتكم دائما ما يحدث مع النادي الاهلي سواء كره سله كره يد كره قدم طبعا دائما بتكون معنا خلينا نروح لحضرتك يا استاذ محمد في نقطه مهمه جدا وخلال الفتره السابقه ودايما انا ببدا سؤالي وحضراتكم بتبقوا موجودين معايا بهذا الامر لماذا الاهلي الان الشناوي ثم موسيماني كلام واشاعات كثيره جدا عن الشناوي وعن موسيماني وعن عمار حمدي وبيتم نفيها مش من خلال النادي الاهلي ولكن من خلال الانديه الاخرى او من خلال الكيانات الاخرى اللي بتتكلم على الاشاعات اللي بتحصل داخل النادي الاهلي لماذا الاهلي الان يعني هو طول ما انت مستقر طول ما انت بتحقق اهدافك طول ما انت ماشي بشكل كويس طول ما انت ممكن تقابلك ازمه وتتجاوزها وتعديها وتحس ان ما حصلش حاجه والامور عاديه جدا طول ما هتلاقي كلام بهذا الشكل يعني كلام كتير جدا عن موسيماني عن اللي راح الامارات والوحده الاماراتي لدرجه ان رئيس النادي الوحده نفسه بيطلع بينفي هذا الكلام شركه الوحده يعني بيطلع بيكذب هذا الكلام فطبعا ده قدر النادي الاهلي دايما بيتعرض لحاجات بهذا الشكل فلما بيفشل مع المدرب بيروح داخلك على لعيبه في لاعب مميز جدا عندك ولاعب مستقر الشناوي عايز يمشي الشناوي عايز يروح ده السوليه جاله عرض من بره ده معلول رايح الدحيل القطري مع ان الدحيل القطري اصلا ما عندوش ولا مكان اصلا للاعيبه اجانب موجودين وهم حصل يعني حتى يعني قالوا احنا مش هنطلع ننفي لان مفيش معلومه اساسا من هذا القبيل ده عمار ما بيلعبش يطلع عمار يتكلم يطلع عمار ينفي فحاجات كتيره جدا من هذا القبيل بتطلع وتتناثر دايما على النادي الاهلي حتى النادي الاهلي يعني بنسبه كبيره جدا ما بيردش عليها لان الاهلي ما بيحطش نفسه في مكان نفي للفترات كبيره جدا ما طلعش ينفي ويكذب اخبار لما يكون في خبر وفي معلومه بيطلع ياكد على هذه المعلومه ويعلنها لكن انا مش هقعد طول الوقت انك حاططني تحت ضغط انفي ما هو الهدف ان انا اقعد اطلع اشاعات على كابتن اسلام عشان احط اسلام تحت ضغط واسلام يتحول الى نافي ويركز في النافي ويركز في الحاجات دي كلها فده طبيعي جدا بيحصل مع النادي الاهلي وطبعا وجود السوشيال ميديا وجود حاجات كتير جدا سهلت العمليه دي سهل جدا ان اي حد يرمي على اي صفحه اي خبر او اي معلومه وناس كتير جدا بتنقلها للاسف الشديد جدا بدون اي تركيز وبدون اي تدقيق يعني السوشيال ميديا يا جماعه عايزين ناكد عليها برضو انها ليس مصدرا موثقا للمعلومات فدايما بتطلع منها اشاعات كتير جدا وبتعمل مشاكل كتير جدا فلابد ان ننتبه من هذه النقطه دايما بعد ما لا يشجع خالد النادي الاهلي بيروح لهذه المنطقه لكسر استقرار النادي الاهلي ولكن ده لا ينفي ان طبعا ما فيش فريق في العالم ما فيهوش مشاكل ولكن كيفيه حل المشاكل من خلال اداره محترمه ومحترفه بص يا كابتن الاهلي ترند في حد ذاته اكتب كلمه الاهلي هيطلع ترند على طول اي خبر اي معلومه اي شبه معلومه هتلتصق يعني هتيجي ورا كلمه النادي الاهلي او قيمه النادي الاهلي خلاص انت ضامن او عارف ان الموضوع ده هيوصل دي جزئيه بيحاول حسن النيه وسيء النيه ان هو يستخدمها حسن النيه بيدور طبيعي النادي الاهلي اكبر نادي في المنطقه اكبر نادي مش بس في مصر ولا في افريقيا في المنطقه كلها وبالتالي انت بطبيعه شغلك انت عايز برضو الخبريه حتى عايز تشتغل خبريا عايز تجيب اخبار عايز تتكلم عايز تعرف المشجع الاهلاوي اللي بيدور مش كل اللي بيتقال في الاعلام الرسمي او مش كل ما يدور داخل النادي الاهلي هو اللي بيتقال في الاعلام الرسمي وده المطلوب على فكره طبعا ده دورنا مش الاعلام الرسمي طبعاً. هو اللي بيطلع كل اخبار الفريق وكل اسرار الفريق مفيش حاجه كده في الدنيا يعني انما انا بتكلم على مين حسن النيه اللي بيدور على الخبر علشان برضو جمهورك انت اصلا عنده شغف كمان انه يعرف طبعا بدل ما يروح ناحيه تانية او يروح لسيء النيه وياخد منه الخبر بيروح لحد انه واثق فيه وبيقدم له المعلومه على النقيض بقى سيء النيه بقى بياخد الاخبار دي كلها وياخدها في السكه اللي هو عايزها فتلاقي مثلا لو انت بتتكلم ان طبيعي ان عقد موسيماني سنتين خلص سنه فالطبيعي ان اي حد بيفكر انه
ممكن يكون في تفكير مستقبلي خلال الفتره اللي جايه ان اجدد لموسيماني مثلا او اشوف الامور هتمشي ازاي. ده طبيعي. فهتبدا عندك الطبيعي دايما بتلاقيه راح لمرحله تانية. مرحلة ده قصدك يعني؟ بالظبط كده. طيب برضو عاوز لان الموضوع ده مهم جدا وشائك جدا. عندنا مشاكل ما حدش يقدر يقول غير كده. في فريق في العالم ما عندوش مشاكل؟ ما فيش حياه في العالم من غير مشاكل. بالزبط. هي الحياه نفسها فيها طول الوقت فيها صعوبات. بس الحقيقه ليه الاهلي؟ السؤال اللي حضرتك بتساله. لانه الاهلي بياع. استاذ اوسي ممكن يبقى عارف الموضوع ده. ايام زمان لما يقول لك الاهلي لما يكسب بطوله الجرايد الصبح بتوع الجرايد يقول لك الجرايد تخلص من على الفرشه. لما فرقه تانية بتاخد تلاقي الجرايد زي ما هي. الاهلي بياع وجمهوره طول الوقت بيدور على اخباره. فاي حد عايز يطلع يقول كلمتين عشان الناس تشوفه عشان الناس تسمع هو بيقول ايه فيقول الاهلي. والحقيقه في اوقات شائعات من كتر ما هي يعني هزليه ما ينفعش تصدقها. يعني لما تيجي تقول الوحده الاماراتي بيفاوض موسيماني فبمجرد انت بس تفتح كده جوجل وتكتب الوحده الاماراتي هتلاقي الوحده الاماراتي عنده مباراه بعد 10 ايام او اقل يعني بعد التوقف الدولي عنده مباراه مع النصر السعودي في ثمن نهائي دوري ابطال اسيا مباراه مهمه جدا. عنده مدرب هولندي اسمه تينكات مدرب عظيم يعني مدرب عظيم يعني مدرب من عينه مانويل جوزيه يعني. فهل دلوقتي الوحده الاماراتي هيمشي مدربه ويجيب بيتسو موسيماني عشان كمان يدخل في, في, في ازمه مع جمهور الاهلي مع راجل عقده موجود ومع النادي الاهلي؟ الحقيقه اشعه كوميديه جدا جدا. واضطرت كمان انه استاذ راشد الزعابي مدير شركه الكوره في بلاد الوحده يطلع يقول يا جماعه والله الكلام ده ما حصلش اصلا لا فاوضنا موسيماني ولا غيره. الحقيقه وقال برضه الحقيقه راجل ناس محترمه جدا اتكلم وقال ان لو حتى في تفاوض هنكلم من الاهلي هنكلم الاهلي وتبدا مفاوضات مع لعيبه اصله. علي معلول علي معلول بنسبه 90% الاول قالوا عمرو السوليه مش عايز يجدد فعمرو السوليه جدد. طب اصل علي معلول مش عايز يجدد طب علي معلول جدد. اصل بيرسي تاو اصابه مزمنه طلع بيرسي تاو مش اصابه مزمنه. الراجل الدكتور بتاع منتخب جنوب افريقيا قال انه هو غالبا كان عنده اصابه وتحامل ولعب عليها فهو ده اللي عمل تفاقم الاصابه بتاعته. طب يا جماعه القليل من الهدوء احنا لسه في بدايه موسم بدري قوي ضرب يعني بدري قوي ضرب البلالين دي يعني قليله يعني كتير قوي اللي بيتقال. فاعتقد انه يعني القافله تسير والنادي الاهلي ان شاء الله هيمشي في انتصاراته باذن الله. الموضوع برضو من الجانب الاخر برضو يا عبد الحكيم خلينا نبص له من ان في 17 نادي تاني. هل برضو ده هيودينا لنفس الكلام اللي بيقوله عويس ان هو النادي الاهلي هو اللي بياع؟ ما هو يا جماعه ما تتكلموا على ال 17 نادي التانيين. هو ما فيش غير النادي الاهلي بس اللي بتقدروا تتكلموا عنه؟ لا طبعا مش هيتكلموا. ليه؟ لان في ناس معينه بتطلع بانتماءاتها. بس انا قبل ما اجاوب على حضرتك على السؤال ده لو تسمح لي طبعا. طبعا المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي بيبقى سببها عدم القدرة على الوصول للمعلومة مش من المصدر. الشخص نفسه مش عايز يتعب نفسه. يعني حضرتك قاعد في برنامج فريق الإعداد بتاعك مش عايز يتعب نفسه. كان زمان كان ملحقتش الفترة دي كان زمان زملاء الصحفيين أو أساتذتنا لازم يروح النادي عشان يقابل المصدر أو يكلمه أو ياخد منه معلومة عشان يكتب. عشان كده كنت نادرا ما تلاقي كلمة ينفي أو نفى أو تلاقي معلومة غلط. دلوقتي مع كل وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة والتليفونات والواتساب والاس ام اس كل ده وتلاقي واحد يعني وقع أول امبارح واعذرني فيها يا كابتن قال لك اني اجايع اعترض على كابتن سيد عبد الحفيظ. مين اللي قال؟ حد قال يعني حد قال اجايع اعترض على كابتن سيد عبد الحفيظ وشدوا مع بعض وكابتن سيد عبد الحفيظ وقع عقوبه على اجايع ده. وعشان بس ما تقولوش ان الفريق اجازه 3 ايام ده في التمرين الاخير قبل ما الفريق ياخد اجازه 3 ايام عشان بس يثبت المصداقيه. طيب حضرتك المعد او ايا كان الزميل اللي جاب لك المعلومه 35 لاعب في الفريق 15 واحد اداري 10 جهاز فني ما عندكش من ال 60 واحد دول مصدر يقول لك ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما جاش اليوم ده ما كانش موجود اصلا ما كانش موجود. طيب وقع تاني ما كانش موجود فعلا ما كانش موجود اصلا التمرين الاخير ما كانش التمرين الاخير قبل كان عنده اجتماعات يعني مش ما كانش موجود لسبب ولكن كان عنده اجتماعات كان عنده اجتماعات مع الكابتن الخطيب ولكن التخطيط. طيب وقع تاني النهارده قال لك ان الكابتن الخطيب اجتمع مع موسيماني عشان يعملوا موضوع العقد. طيب برضه نفس الموضوع حضرتك ما عندكش اي وسيله تواصل توصل المعلومه ان الكابتن الخطيب ما جاش النادي اصلا ما راحش النادي اصلا عشان يشوف لازم موسيماني بيهدد انه هيمشي فقعدوا معاه يحلوا الموضوع. فهي غياب المعلومه. فيما يخص الموضوع الثاني يا كابتن اللي حضرتك قلت لي عليه اللي هو 17 نادي. طيب هو الناس كانت فين لما في لعيب معين ساب معسكر في برج العرب وباعتراف المدير الفني؟ ما
محدش ولا برنامج يا كابتن او اي وسيله اعلاميه جاب سيره الموضوع. ايوه كانوا فين لما حارس مرمى ساب معسكر في السويس قبل ماتش ليله ماتش عشان طلع من التشكيل؟ برضه مفيش حد. تعاقدات الانديه كلها مش هتلاقيها، مش هتلاقي حد موجود، لا اشاعات ولا غير اشاعات ولا اي حاجه خالص. 8 لاعبين في احد الفرق عقدهم هيخلص السنه اللي جايه، واحنا تركيزنا مع مين؟ مع علي معلول. علي معلول عايز 1,700,000، 1,800,000، 2,000,000 يورو. طب علي معلول جدد او مدد عقده؟ على فكره بالمناسبه ما فيش مشكله ان الناس كلها تتفاوض يا استاذ محمد يا جماعه، يعني ما فيش مشكله ان طبعًا. انا اقول ان انا عايز 10 جنيه، ده مش معناه ان انا ما بحبش النادي الاهلي، لا بالعكس، ما انا ممكن في الاخر هنتفاوض مع بعض. ده مش معناه انك هتاخد 10 جنيه، يعني مش ده اللي بيحصل دلوقتي، وده مش معناه انك هتاخد 10 جنيه برضه، وده مش معناه ان انت هتاخد، ده تفاوض يا جماعه، ده طبيعي، ده شغل وده شغل. طبعا ده شغل لاعب المحترف، ده شغل حتى لو علي معلول بيحب النادي الاهلي، بس في الاول وفي الاخر ده اكل عيشه، وبعد له بعد 3 سنين بعد 4 سنين بعد 5 سنين اعتزل، فطبيعي انه يبص للموضوع ده. بس هي النقطه في ايه؟ ان انت عندك في 8 لعيبه في نادي واحد عقدهم هيخلص مع علي معلول وعمرو السولية وصلاح محسن، ما حدش جاب سيرتهم، وتمن لعيبه منهم 4 انا وجهه نظري من اهم 4 لعيبه في الدوري المصري، ولا حد اتكلم ان عقدهم هيخلص. علي معلول عايز 1,700,000، طب عادل علي معلول والله العظيم الارقام اللي كان بيتكلم فيها اللاعب وكيله نفسه ما وصلت 1,400,000 او 1,300,000، والموضوع خلص وانتهى. بس هي دي كلها التركيز مع الاهلي، مش عشان بياع، في ناس لها اهداف، في ناس لها انتماءات، في ناس لها، طبعا بياع دي نقطه مهمه جدا، بس الجانب دي الانتماءات والاهداف وحاجات تانيه كتير. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع اتكلم عن منتخبنا الوطني واختيارات منتخبنا الوطني ودعم كامل للجهاز الفني للمنتخب خلال المباراتين القادمتين، ولكن ما رأي نقادنا الرياضيين الكبار في اختيارات كارلوس كيروش خلال الفترة القادمة؟ اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمد، اختيارات كارلوس كيروش خلال المرحله الاخيره وللمباراتين القادمتين المهمين جدا 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 بالنسبه لمنتخبنا الوطني خلال الفتره الجايه، ايه راي حضرتك فيهم؟ يعني خليني بس اتكلم على محمد صلاح في عجاله سريعه بعد حاجه، يعني الحقيقه كان نفسي اتكلم عنها لان حاجه مبهره جدا وحاجه مشرفه جدا وحاجه مبدعه الحقيقه اللي بيعمله محمد صلاح، حاجه ما حصلتش النهارده، مسجل هدف عالمي. يعني بالنسبه ان احنا نتكلم عن المنتخب وان شاء الله يكون معانا ورقه مهمه جدا وداعمه للمنتخب، وان شاء الله يستغل بشكل جيد وافضل ويوظف لمصلحه المنتخب المصري بالشكل اللي يساهمنا في تخطي الجولتين المقبلتين مع المنتخب الليبي. ما هدخل على الاختيارات، خلينا نتفق برضه في البدايه على ان المدير الفني هو سيد قراره في الاختيارات، وهو صاحب الراي الاول والاخير، وهو اللي بيتحمل مسؤوليه ده، لان في النهايه هو من سيحاسب على اختياراته وعلى النتائج اللي هتكون عليه. انا شايف ان كروش في النهايه اختار اللعيبه اللي هو شايفها، في النهايه لابد ان احنا كمصريين ان احنا ندعمه تحت كل الاطار. هو مشكله الصدمه اللي حصلت لنا كلنا وللزملكاويه وناس كتير جدا كل المصريين، ان 2 من اهم لعيبه الكره في مصر، محمد شريف هداف الدوري المصري، افضل لاعب على الجون دلوقتي لو سالت اي حد هو مغمض، المهاجم رقم 1 في مصر يقول لك محمد شريف، وقفشه افضل لاعب في مركزه على مستوى مصر. فدي عملت نوع من الصدمه للناس كلها، ان دول ازاي يتم استبعادهم وازاي ده يحصل. اعتقد ان لو مدرب مصر ما كانش هيجرؤ ان ياخد الخطوه دي على الاطلاق، لان في ضغوط كتيره جدا بيتعرض ليها. لكن واحد زي كروش مدرب كبير، مدرب عالمي، هو شاف كده، ربما شاف ان هم مجهدين، شاف ان هم متعبين. علينا في النهايه، انا من وجهه نظري ان احنا نحترم وجهه نظره وكل التقدير، واحنا عارفين قدرات قفشه، عارفين قدرات شريف طبعاً. لكن في النهايه المنتخب محتاج دعم كبير جدا في المرحله اللي جايه، والاهلاويه او الناس بيدعموا هذا البتاع، حتى كابتن الخطيب اتكلم معاهم مباشره ودعمهم وخلاهم يتقبلوا القرار بشكل كبير جدا، وقفشه اصر ان ينزل تدريبات ما يرتاحش، محمد شريف عنده راحه تتم. فعلينا نحترم اختيارات المدير الفني ونسيبه يمشي في عمله، وفي النهايه يكون الحساب بوجهه نظري في الجزء. تمام. خالد برضو عايز اسالك، ان فكره ان كيروش بكره هيعمل مؤتمر صحفي يتكلم فيه عن اسباب استبعاد بعض اللاعبين من وجهه نظره، يعني ده اللي تم الاعلان عنه من خلال المواقع والصفحات، هل ده ممكن ياتي بجديد؟ لا، لان الكابتن وائل جمعه نفسه قال في تصريحات مؤخرا انه ان المدير الفني مش هيشرح اسباب الاستبعاد، وانه مش مضطر انه يشرح اسباب استبعاد اللعيبه، وانه لو عمل كده عايز اعرف رايك. هو مش هيحصل ده، هو مش هيحصل ده. انما مش كل، انا بس بوجه رساله، يعني في القصة مش كل مدير فني بيعلن عن استبعاد فلان او علان من قائمه مدرب ضعيف، لا خالص. هو من قبيل اصلا الشفافيه، او من قبيل انك موضوع، من قبيل انك بتشيل الضغط اصلا من على المنتخب بتاعك، انك ممكن تشرح اسباب الاستبعاد خاصه لو كانت هي مش منطقيه ولا معقوله. وفكره، انا طبعا بتفق مع الاستاذ محمد القوصي في انه قال ان احنا كلنا ورا المنتخب وكلنا بندعم المنتخب، بس ما هو النقد برضو
البناء والموضوعي، ما هو ده برضو دعم للمنتخب. نعم. ان احنا نتكلم في بعض الامور اللي تحس ان هي مش منطقيه اصلا هي تحصل عشان ما تتكررش قدام، ما هو ده برضو دعم للمنتخب طبعا. يعني في بعض الامور مثلا في طريقه الاستدعاء للمنتخب نفسه كان شكلها غريب، يعني مثلا استبعاد يعني استقدام احمد توفيق وانه راح معايا المعسكر وانه لعب معايا المباراه الوديه ثم اخرج احمد توفيق واجيب احمد فتحي. انا ما شفتش احمد فتحي، طبيعي لو انا بالنسبه لي المفضل هو شافه في مباراه سموحه في مباراه سموحه وبيراميدز. انا لسه جاي في الكلام. لا لا بس عايز لا انا لسه جاي في الكلام. اوكي في جزئيه بسيطه جدا، كيروش شاف كل اللعيبه بشكل مركز جدا عبر الفيديوهات تم تجهيزها ليه على كل اللعيبه. تمام. انا بس هو لو شاف كل اللعيبه كان جاب احمد. لا يعني اللعيب اللي اختار يعني هو ما اختارش لاعب، يعني هو اختار احمد، ما اختارش لاعب عمياني. طب ما هو اختار احمد. احمد مين؟ اختار احمد توفيق. احمد توفيق خرج له جاب احمد فتحي عشان كان في القائمه الاخيره، عشان هو اعتمد على القائمه بتاع الكابتن حسام دي. اخر مباراه رسميه لعبها المنتخب المصري كره القدم لعبها احمد توفيق، هو الباك زي اللاعب الرئيسي للفريق. طب هو الطبيعي يا استاذ احمد والمنطقي ان انا كمدير فني عامل معسكر عشان اشوف اللعيبه ورايح العب ماتش اجيب اخر قايمه ولا اجيب اختياراتي ان انا شايفها واختياراتي اشوفها فين؟ المعسكر ده كان 48 ساعه والماتش الودي طب اجيب المقتنع بيه، مش هو شايف؟ لا هو الحقيقه هو ولا اجيب المقتنع بيه انا برضو لا الحقيقه طب علي جبر خروج علي جبر ورجوع ودخول ياسر ابراهيم، انا مقتنع من الاساس وعايزه من الاساس. طب معلش ممكن نتشارك في الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا. ما هو برضو السؤال، هل لو على افتراض ان الكلام اللي هو اتقال وحضراتكم اكيد قلتوكم سمعتوه كلكم ان هو ان محمد شريف ومجدي قفشه في المباراتين اللي انا اتفرجت عليهم اللي يعني هو كارلوس كيروش اتفرج عليهم شايف ان هم مش كويسين او اقل من مستواهم خلاص؟ طب هل من الطبيعي ان انا كمدير فني استبعد افضل لاعب في مصر خلال الفتره الاخيره محمد مجدي قفشه وافضل الهداف في مصر خلال الفتره الاخيره جايب 20 هدف ولا 21 هدف؟ هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. هو خلينا برضو عشان نبقى مهما كانت الظروف ومهما كان الماتشين خلينا نكون برضو واضحين، هو المسؤول الاول والاخير عن الاختيارات هو كارلوس كيروش طبعا وجهازه المعاون سواء كان البرتغالي او المصري، فهم المسؤولين عن اختيار القائمه. ولكن الحقيقه حتى يعني باللوجيك كده هل ما كنتش هتحتاجهم حتى على الدكه؟ هو ده اللي انا بقول. يعني حتى يعني هل كل الموجودين ال 24 في العشرة اللي في المراكز اللي قدام كلهم احسن من قفشه وشريف؟ يعني اعتقد انه هو ما شافش كوكا. وبرده في حاجه مهمه جدا دي بقى اللي هو دور المجموعه المصريه اللي موجوده في الجهاز. لان في لعيبه يعني على الورق احمد حسن كوكا هو احسن مهاجم في مصر. احمد حسن كوكا لم يقدم اي شيء لمنتخب مصر منذ انضمامه. على الورق ازاي؟ لا استنى بس، على الورق ازاي احسن؟ هو طول الوقت احمد حسن كوكا هو المهاجم المحترف اللي بيجيب جوال في كل فرقه اللي لعب فيها، فانت على الورق هو مهاجم متالق بره مصر ويجي منتخب مصر على طول ويجي منتخب مصر ما بيعملش حاجه. فلازم في حاجه يعني حتى احنا انا اتذكر انه في كاس الامم الافريقيه في الجابون لما كل رؤوس حربه اتصابوا رؤوس حربه اتصابوا لعب عمرو ورده في النهائي لعبنا عمرو ورده في النهائي واحمد حسن كوكا في قبل في التمرين اللي قبل النهائي اتصاب اصابه غريبه جدا، يعني اتصاب اصابه في التمرين في ظهره. يعني لما كهربا توقف انذارين بعد ماتش البوركينا كان المفروض الاعتماد كله على كوكا. كوكا اتصاب في كاس الامم الافريقيه 2019 اتصاب. الحقيقه كوكا غير موفق تماما مع منتخب مصر، فهل الاعتماد هيبقى على كوكا الغير موفق ولا مصطفى محمد اللي لسه يا دوب النهارده لسه اول مباراه يلعبها سجل هدفين ولكن هو كان بعيد جدا عن المشاركه، ولا عمر مرموش اللي هينضم للمره الاولى لمنتخب مصر؟ فالحقيقه كان لازم يتقال له انه دي تركيبه لانه ماتشين صعبين جدا، الماتشين دول لو ما خدناش فيهم على الاقل اربع نقط هيبقى موقفنا صعب جدا. اربع نقط حتى لو خدنا الاربع، حتى لو خدت الاربع نقط هتظل نقطتين برضو. لا ما لو خدت اربع نقط انت لو كسبت ليبيا هنا بقيت انت سبعه وليبيا سته، وتعادلت هناك بقيت ثمانيه وهم سبعه، هتبقى انت اللي فارق. فخلاص انت ركبت المجموعه وبالمواجهات المباشره تكسب الماتش اللي هنا خلاص، تكسب الماتش على ارضك اللي فاضل مع الجابون فهتبقى وصلت. فالتعادل والفوز على الاقل، لانك لو كسبت هنا وخسرت هناك لا قدر الله بقى الفرق زي ما هو. بقينا سبعه وتسعه، فالدنيا هتبقى مش لطيفه. هو يبقى المنتخب الليبي هو اللي راكب المجموعه وهو اللي قدام. فعشان كده الماتشين دول ما كانش، وبرده زي ما بنقول ده دور الجهاز الفني المصري، كان لازم يفهموه ويقولوا له ان الماتشين دول مصريين فما فيش احتمال للمخاطره، فنلعب على المضمون، نلعب على اللعيبه. لانه حتى لما تشوف هداف المنتخب المصري الاثنين الهدافين بتوع المنتخب المصري في تصفيات كاس الامم الافريقيه قفشه وشريف،
يعني اللي هدفه في كل مباريات افشه وشريف. ما عشان كده ما هو حتى الماتش الودي محمد شريف عندنا قناعات ان محمد شريف كان لابد ان يتواجد في المنتخب. وافشه انا من وجهه نظري اللاعب رقم واحد في منتخب مصر لازم يبقى موجود في المنتخب مهما كانت حالته. لكن في النهايه ده قرار مدير فني. يعني احنا قناعتنا ان انا من وجهه نظري قرار غير سليم. لكن في النهايه عليك ان تحترم قرار المدير طبعا الفني. وكلنا في ظهره. انا بقولت النهارده هيبقى اخر يوم نقدر احنا كهنا قناه الاهلي مش هنتكلم فيه تاني. بيت الكبير مش هنتكلم فيه تاني لانه خلاص في النهايه احنا بشوف وجهه نظر حضراتكم وخلاص هنبقى ده. بس تعقيبا على الجزئيه اللي قالها عويس بالنسبه للجهاز المصري المعاون، الجهاز المعاون المصري بيقول لك كروش كل المعلومات اللي انت تتخيلها ولا تتخيلها بالظبط كده. وفي الاخر لكن في الاخر في النهايه هو بياخد القرار طبعا. هو قراره واعتقد انه بيعتمد بصوره كبيره على المجموعه اللي جمع محللين المحللين بيعتمد على المحللين وبيعتمد على الفيديوهات اللي بيشوفها بنسبه كبيره جدا. ما هو لو بيعتمد على الفيديوهات يبقى برضه قفشه وشريف قفشه وشريف موجود يعني لو يعني المعيار انا يعني هو مجموعه المحللين معاه بجانب الراجل المساعد بتاعه اللي هو روجر دي سام. روجر ديسادا كان المدير الفني، كان المدير الفني بتاع جنوب افريقيا، كان ماسك اورلاندو بايرتس في النهائي لما لعبونا 2013 أوكي. لما حسبناه هو على الورقه والقلم مسك ورقه وقلم. ده انا بكلمك اللي حصل. هو كان تصنيفه بالنسبه لقفشه عبد الله السعيد رقم واحد. اوكي على اساس ايه؟ هو تصنيفه هو بعد الماتشات اللي شافها قبل ما يجي وبعد الثلاث يعني شاف كتير اوكي لا وطبقا للحاله اللي موجوده دلوقتي بجانب الفيديوهات اللي قبل كده الفيديوهات اللي كده برضه بس هو الحاله البدنيه والفنيه بتاعت اللعيبه في الفتره دي ده هو ترتيبه هو وهو لوحده مش الجهاز المعاون. في بعض افراد الجهاز المعاون كان معترض على محمد شريف تحديدا انه يخرج. كان ترتيبه في صانع الالعاب عبد الله السعيد ثم ابراهيم عادل. وهو مش من النوع اللي لو ماتشين بياخد لعيبه كتير. هو بيقول لك انا عندي ماتشين انا هاخد اثنين لعيبه في المركز ده واخد اثنين لعيبه جناح يمين واثنين لعيبه جناح شمال. وجهه نظر تمام ما بحبش لكن لو بطوله هاخد هو مقرر ان كل معسكر يبقى عنده اربع حراس مرمى و20 لاعب. واخد قرار بموضوع منتهي لاعب واربع هو الحقيقه واضح ان هو بيشتغل بشكل معين ان هو دايما بيدي الموضوع بمعنى ان كابتن الجمعه حتى في تصريحاته اتكلم على ان المنتخب الوطني هو قائد المنتخب الوطني في مباراتي ليبيا محمد صلاح خلاص. مهما كانت الامور ومهما كانت بس مين اللي قال ان احمد فتحي اعترض؟ ما حدش قال ان احمد فتحي. لا الناس بتقول لك احمد فتحي وهيعترض احمد فتحي يعني انا مش عايز اتكلم انا تواصلت مع هيروح عادي جدا والموضوع عادي بس بعد الماتشين هيتكلم. بس هو الراجل بيقول ان انا بشعر بحسيت الموقف وان احنا لازم نكسب الماتش لما نعدي ليبيا هنتكلم. بالنسبه لموضوع المهاجم برضه يا كابتن نفس الموضوع. هو احمد حسن كوكا هو راجل شاف في البرتغال اوكي وعارف كويس جدا اوكي تمام ممكن هو شايفه وعارفه وعارف كويس جدا مع المدير الفني بتاعه في البرتغال المدير الفني بتاعه دلوقتي في تركيا فهو كوكا اختياره هو واصرار منه هو. مصطفى محمد يلام على الجهاز الفني السابق انه ما دونش وعمل تقرير حتى لو انت اخلت حتى لو انت تعرضت للاقاله لازم تقدم لا تقرير. بس كابتن حسام البدري مع الاستاذ يعقوب السعدي قال ان يعني برأ مصطفى لا بس محمد. كابتن سيد معوض ما كابتن برقش. سيد معوض ما برأش لكن الكابتن حسام ومصطفى ما برأش ومبرأش يعني فهو اختياره هو اختياره برضه في المهاجم كان وجهه نظره كوكا مصطفى محمد شريف الفتره دي مش هيكون معايا لكن بعد كده هو قفشه موجود معاه والكلام ده هقوله بكره على فكره هقول ان الاثنين دول الفتره الجايه معايا بس هم عشان ماتشين بعت القائمه المبدئيه للبطوله العربيه فيها قفشه وشريف فيها قفشه وشريف فيها 13 لاعب من الاهلي يعني تقريبا فيها التشكيل الاساسي واثنين احتياطي يعني كان ناقص يضم ديانجو وعلي معلول و صحيح على رايك ده كمان فيهم خمسه سته بيلعبوا من من الافارقه. طيب استاذ محمد برضو لو رحنا واتكلمنا عن المحترفين اللي بيتم استدعائهم للمنتخب هل حضرتك شايف ان كلهم مؤهلين للعب للمنتخب الوطني خلال الفتره القادمه؟ ده سؤال فني يعني. لا طبعا يعني طبعا عندك انت لو بصيت عليهم واحد واحد عندك محمد صلاح لا خلاف عليه اطلاق طبعا رقم واحد في العالم واضافه كبيره جدا. لا لا خلينا نختلف على محمد صلاح. لا مش نختلف على لكن انا مختلف على يعني بص طبعا عويس قال كلام مهم جدا عن كوكا انا بتفق معاه فيه ونختلف ان كوكا يبقى مهاجم مصر رقم واحد يعني لان كوكا لم يسجل حضورا مع منتخب مصر في اي مناسبات ولم تكن له بصمه على الاطلاق مع كل المدربين مع استدعائه من جانب كل الناس وفي كل المناسبات يعني يعني دايما ما بيشيلش منتخب مصر يعني مش موجود الفتره دي. كمان مصطفى محمد بعيد عن الهدفين اللي سجله النهارده بقاله فتره كبيره جدا بعيد بس رجوعه مكسب لمنتخب مصر طبعا رجوعه للتهديف يعني رجوعه للتهديف مع تحفظ شديد
جدا على انضمام المنتخب طبعا كلنا قلنا راينا في هذا امر مرفوض تماما وامر لا يليق بمنتخب مصر حتى لو دخل بطوله كبيره جدا. انا بتكلم على جانب اخلاقي، كان لابد ان يكون لاتحاد الكره المصري موقف واضح ومشدد وعقوبات على مصطفى محمد وتحقيق واظهار المشهد اللي احنا شفناه ده الغير لائق كان موجه لناحيه مين. حتى لو كان الكابتن حسام البدري تبرأ منه وبرأ، حتى لو ضد حكم المباراه لازم كان حتى كان ضد حكم كان المفروض يتم توجيه اللوم، لابد يتم توجيه اللوم عليه ويبدو متعاقب، وكنا نشوف ده بشكل واضح جدا. لكن ان يتم استدعائه بمنتهى السهوله ويقعدوا يرموا، والحقيقه لولا وجود احمد حجازي، والحقيقه أنا لازم نشيد بدور احمد حجازي كقائد حقيقي بقى، لما تتكلم على الكباتن فاحمد حجازي كابتن بجد. لولا وجود احمد حجازي في المشهد، لو عدنا المشهد تاني، وجود احمد حجازي انقذ منتخب مصر من مشهد لا يليق فضيحه بمنتخب مصر، لانه اللعيب كان رايح يشتبك مع حد ما حدش عارف كان هو مين، يعني هو كان رايح يشتبك مع حد لولا وجود احمد حجازي وسيطرته على مصطفى محمد. وهو ده اللي انا قلته في بدايه كلامي على موضوع شاره الكابتن، شاره قائد المنتخب. الشاره بتتحط على ايده طبعا، انا مع ان اصل برضه لعيب بقاله 20 سنه يعني من حقه ان هو يبقى منتخب كابتن منتخب مصر، وجهه نظري يعني من حقه ان هو يبقى كابتن منتخب مصر، ولكن القياده الحقيقيه زي ما عويس قال ان احمد حجازي انقذ مصطفى محمد من شيء كارثي، وبالتالي قيادة منتخب مصر معروفة مين، 1 2 3. فمحمد صلاح 1000000% هو قائد من قادة منتخبنا الوطني. يعني طبعا محمد صلاح، موضوع القيادة ده موضوع كبير جدا، كان وجهة نظر وقناعات ان محمد صلاح هو القائد بتاع منتخب مصر. في اللي عمله محمد صلاح ووصل له يلغي حاجات كتير جدا، معايير كتير جدا كنا بنعتمد عليها. هو جزء منه تكريم يعني اصل انت دلوقتي قدام يا استاذ محمد، انا حاجة عالمية محمد، حاجة عالمية. انت عندك دلوقتي حالتين اصعب من بعض، حالة احمد فتحي كنجم واحد نجوم مصر، احمد فتحي بيلعب لمنتخب مصر من 2002، يعني محمد صلاح كان عنده 9 سنين، فالحالتين مرتبكين شويه. ولكن ما فعله محمد صلاح في كره القدم يستحق على الاقل ان احنا نكرمه كان الموضوع قوي يا خالد ان احنا ممكن نسال، يعني الموضوع كان ابسط ان احنا ممكن نسال احمد زي ما حصل او زي ما اتقال. انت عبد الحكيم، انا كلمته عبد الحكيم كلم احمد فتحي، ما اللي قبله احمد فتحي دلوقتي قبله عشان اللي حصل فيه قبل كده. احمد فتحي تم استطلاع او مش استطلاع رايه لما عرف ان الموضوع هيتسال فيه ان محمد صلاح بيتم الترتيب. احمد فتحي ما حدش اتكلم معاه على فكره في الموضوع ده، لما عرف ولك لما عرف هو اتبلغ ان انت هتبقى موجود في القائمه، لكن ما حدش كلمه على فكره. كل اللي بيتقال ان هو قالوا له هتيجي بس ما تكلمش على بتاعي، ما انا ما اتكلمش على ده، بتكلم على قبل كده. استبعاد احمد فتحي، استبعاد احمد فتحي مع كابتن حسام البدري طول الفتره اللي فاتت كان علشان هو رافض ان محمد صلاح يكون قائد المنتخب. انت بص، احنا دورنا احنا ان احنا نوثق اللي حصل. هل هو كان رافض؟ طب ودلوقتي وافق ليه؟ طب انت واضح جدا. طب خلينا نسمع عبد الحكيم، لانه هو كان وافق من الاول. خلينا نسمع عبد الحكيم عويس، لانه هو عنده واضح ان هو عنده معلومات من مكالمه مهمه. احمد فتحي شايف ان الفتره دي فتره صعبه جدا، ومش منطقي ان انا اروح اتكلم على شرط قياده وانا عندي ماتشين يعني مصيريين جدا ان هم يكونوا خطوه ان انا اروح للمباراه الفاصله عشان تصفيات كاس عالم، وانا راجل بقالي 20 سنه بلعب منتخب والناس كلها عارفه ان انا راجل بشتغل بجد، مش منطقي ان اروح اسير ازمه. انت اخترت صلاح اوكي، لكن لو هو عن قناعاته الشخصيه لا، هو مقتنع تماما ان هو يستحق قائد الفريق ومش موافق، وبعد ماتشين ليبيا هتبقى وبناء على برضه على التصلح. دي معلومات طبعا، معلومات مؤكده. هو مش بعد يعني قناعاته من جوه، قناعاته من جوه لا، هو عايز يكمل ومش هيتكلم في شرط القياده. لا انا بعد اذنك طبعا يا استاذ، لا دلوقتي ولا مستقبلا. هو عايز كل واحد بقى، خلينا نشوف هنعرف مين الصح. ده معلومه هو توقع؟ لا مش توقع، معلومه. لا انا معلومه بالنسبه هو عارف ان هو قال لي الكلام ده ماشي. هو مش هيتكلم، وهو امنيه حياته ان يساعد منتخب مصر ان يكون في كاس العالم ويلعب كاس العالم المره الثانيه، عشان حاجه انجاز ان يمكن يحسب في تاريخ احمد ان اللاعب الوحيد اللي لعب 2 كاس عالم. احمد فتحي كان كابتن منتخب مصر في كاس العالم قبل مشاركه الحضري، مظبوط. فهذا يكفي اعتقد، ده صحيح في انه دي حاجه وبرضه انا بالمناسبه يا كابتن اعتقد يعني بالمناسبه كابتن أتوقع. فيما يخص موضوع الجهاز الفني السابق، هو اتكلم ليه؟ هو حس ان دي مجرد، عارف حضرتك لما انا اقول عشان يمشوه انها تلكك. انا مش عايز اتكلم بس عشان بس هو حد اتكلم معاه من الجهاز الفني السابق؟ اتكلم معاه بس هو حاسس ان كان في توجه. معاه طبعا، كانوا معاه طبعا. هو حاسس ان كان في توجه بما يشاع على الكابتن حسام ان هو ما بيحبش اللعيبه الكبيره في السن شويه، فهو كان حاسس ان انا بحط لك الحته دي عشان ما اخدكش معايا، بس انا عايزك تقول لا، عايزها تيجي منك. لكن هو لو اتقال له اهميه المرحله واحنا واحنا واحنا، حضرتك طبعا عشرت كابتن احمد فتحي يعني وعارفه جميل طبعا. هو شخصيه تكسبه كويس. انا مش عايز اتحط في موقف ان انا بدافع عنه، بس الحقيقه ان احمد فتحي طبعا يهمه ان يكون منتخب. لا حضرتك بتتكلم عن معلومات، انت ما بتدافعش. معلومات 1 2 3 من مكالمه مهمه. حس فتره من الفترات ان هو عايزينك تمشي،
لكن احمد فتحي يرفض ان يكون موجود في منتخب مصر؟ مستحيل مستحيل. وفي حد يرفض يا جماعه؟ لا يرفض. في فرق انه يرفض التواجد طبعا، لا مش يرفض ده، وفي فرق انه يرفض او طب انت معلش يا خالد، عشان انت بس لو انت مكان احمد فتحي، لا لو انت بلاش مكان احمد فتحي، لو انت رايح والمفروض ان انت عارف ان انت كابتن منتخب مصر وفي المعسكر ورحت ومحدش اتكلم معاك في حاجه، وفجاه لقيت ان عبد الحكيم هو الكابتن، هتعمل ايه؟ هتمشي وتسيب المعسكر ولا همشي؟ لا طبعا، بس خلاص، هو ده التفكير الطبيعي لاي شخص. وبعد ما تخلص الفتره اللي احنا فيها ماشي، نقدر نتكلم او ما نتكلمش. بس خلينا نتفق يا كابتن، هو راح لعب عبد الحكيم. عبد الحكيم ده لاعب عالمي بيلعب في ليفربول، اسطوره طبعا، يلغي كل معايير. مين عبد الحكيم؟ مين بيلعب في الاعراب؟ انا بلعب في الاعراب. فانا من وجهه نظري ان محمد صلاح كابتن منتخب مصر، ولا وجهه نظر على فكره، وخارج المعايير على الاطلاق، وشرف يعني طبعا شرف محمد صلاح ان يمثل منتخب مصر، واحنا بنفخر ان محمد صلاح يبقى كابتن منتخب طبعا مصر. بقول لحضرتك النهارده وانا قاعد بتفرج، انا بقول لك طبعا قبل ما تقول وجهه نظرك النهارده واحنا قاعدين بنتفرج، والله العظيم ثلاثه لما جاب الجون. اصل هو بص، لما بتلاقي لعيب وحش طول الشوط وبعدين عمل باص حلو لماني وجاب جون، اتبسطت وكل حاجه، لكن لما هو كمان يجيب جون وبالشكل ده كنت حضرف في الحيطه. لا حاجه إيه ميسي بواتنج، إيه حاجه ميسي بواتنج، حاجه ميسي بواتنج يعني، فكلنا حاجه. انا كنت هخبط في الحيطه من الفرحه، مبسوط يعني، مبسوط ان هو مصري بيعمل كده. انا من وجهه نظري ان لما يكون في نجم زي احمد فتحي، كل التقدير لاحمد فتحي وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، ان لما تبقى حاجه زي كده، ده انا ده هو كابتن بيراميدز دلوقتي، لا لما كان موجود في النادي الاهلي يعني. لا وكابتن بيراميدز على فكره عبد الله السعيد، ماشي، انا اعطيها عن طيب خاطر، مش متابع اصلي، وكان نفسي يعني انا اعطي دي لان محمد صلاح عن طيب خاطر، وانا بقى سعيد بده، وحجازي عمل ده، والسوليه عمل ده، والنني عمل ده لما عملوها معاه. فاعتقد ان الامور محسومه، واعتقد ان كيروش حسمها محمد صلاح قدم. انت مع ولا ضد محمد صلاح ان هو يكون كابتن منتخب مصر؟ انا ببصم بالعشر عليه. خالد في كلمتين. انا بحب محمد صلاح، انما انا مع النظام والمبادئ. اويس لا ما لا لا ما نظام مش ضد المبادئ. لا ثواني، لا ثواني، انا ممكن اصل الكابتن اسامه قال لي كلمتين، انا عندي وجهه نظر، انا بس عايز اكمل. انا كنت نفسي اجي لك، عايز اوصل لك. في منتخبات عالميه ولعيبه عالميه على مدار التاريخ، كنا احنا بنقعد نتفرج، وعلى فكره بيعملوا برضه اللي بيعمله محمد صلاح، كنا بنقعد نتفرج تلاقي اشاره الكابتن مع حد انت ما تعرفش اسمه. لا ما بص، لا لا لا، في نظامين في الكوره على مستوى العالم كله. يعني ما هو هندرسون في ليفربول إيه؟ كابتن على ميلنر اقدم منه بكتير. بس هي الفكره ايه؟ انه في نظامين في الكوره، يا اما بتديها باختيار المدير الفني، يا اما بتديها بالاعداميه. فانت تحول الفني واللعيب احنا عمرنا بنعمل ايه؟ لا ما هو انت خلاص، انت المدير الفني دلوقتي قرر من هو المسؤول عن المنتخب المصري كره القدم. كارلوس كيروش قرر ان هي تبقى باختياره، فخلاص. ما هو انت بتقول المبادئ وانت قلت مبادئ وايه؟ والنظام. ما هو كيروش اللي حط النظام. ما ده بقى مبادئ. كيروش ورث النظام من حسام البدري. لا بس هو اختار. لا بس هو على فكره، هو لو ما اختارش ده هنعمل ازمه. عايز اقول لك حاجه، انا كيروش بالنسبه لي هايل جدا طبعا، مش عشان ساعده في كده حسام البدري. لا مش عشان حسب. برافو عليك، لانه حسب الكابتن حسام لم يحسب الموضوع. كابتن حسام وداه، لا لان كان بيدير مفاوضات في الخفاء بس. كل المذاكره موضوع صعب، يجب ان يكون هناك. لا بس يا كابتن، بنتكلم عن يا كابتن منتخب مصر. لا بص يا كابتن، كيروش جه لقى محمد صلاح، ومحمد صلاح لاعب في حته ثانيه خالص، فانا ما ينفعش كان يقدر ياخد القرار. لا لا لا، القرار اتاخد. لو كيروش موجود مكان حسام بدري كانت هتبقى صعبه. وبالمناسبه بس انا عايز اقول لاستاذ اوسع حاجه، عمرو السوليه ومحمد النني والناس دي خافوا ان هم يرفضوا يتقال ان انت ضد محمد صلاح، ويحصل لهم نفس المصيبه. ويحصل لهم نفس بس السؤال بقى بعد يعني محمد صلاح دلوقتي مثلا الماتش بقى 4-0، وقرر كارلوس كيروش يطلع محمد صلاح، الشرط القيادي لا هيدي لاحمد فتحي الشرط القيادي، هترجع الاقدميه تاني؟ هترجع للنظام؟ هو ده سؤال مهم جدا على فكره، سؤال مهم جدا. برافو عليكم. هل هترجع للاقدميه ولا هترص خمس كباتن؟ اكيد هو هيبقى محدد بناء على ايه بقى؟ لازم بقى ايه يعني، لازم بكره يتسال في حد من الزملاء الصحفيين اللي حضروا المؤتمر بكره، يسالوا السؤال ده. كده انا هحط محمد النني رقم 2 بعد محمد صلاح. بعد محمد صلاح على فكره. ما هو ماشي، ما هو قد يكون، بس يكون منطق، بس يكون في شكل نظام. هو قال لك اللي بيحط النظام دلوقتي، عاوز جاوب على الموضوع. هو اللي بيحط النظام دلوقتي مين؟ دي الفن كيروش يعدد. مش انا ولا حضرتك ولا يا كابتن، مش كيروش اللي حط النظام، كيروش ورث من حسام البدري. كيروش لو كان موجود هو مكان حسام البدري ما كانش القرار ده يتاخد. هيقول لك العرف،
الاجانب ده هقول لك العرف اللي ماشيين عليه ايه. هشتغل على العرف اللي موجود. عمره ما كان هياخد القرار ده. بص عشان ابقى صراحه وبدون ذكر اسم الجهاز الفني السابق عمد الى تغيير الرؤيه العامه اللي متاخده عن علاقته بصلاح بان انا اجامله واديله شرط القياده. انا بقول كده عن صوتي الشخصي ان كان الواضح للناس ان كانت علاقه محمد صلاح باتحاد الكوره وبالمنتخب او بالجهاز الفني علاقه متوتره. هو حب يلطف العلاقه بان انا اديله شرط القياده. لو كروش كان موجود كان هيقول لك العرف اللي موجود ايه الاقدم ياخدها الاقدم. وهو دلوقتي لو كان قال كارلوس كيروش ان الاقدم هو اللي ياخدها والعرف اللي موجود ايه ولو كان ايه اللي هيحصل ولا حاجه. محمد صلاح هل محمد صلاح اعترض في يوم من الايام على ان هو يكون كابتن منتخب مصر او مش كابتن؟ طلب والله لا انا عارفه ان لا ما طلبش. لا طلب انا عارفه من كل التحركات دي هتحصل ليه يا كابتن من لا لا ما لا ملك اكتر من الملك نفسه. ما حكيم واجب قال الكلام ده. قال تلطيف اجواء تلطيف كومبريمو يعني احنا ايوه لا ملك يعني ملكيه اكتر من الملك نفسه على فكره القواعد. هم كانوا بيطلعوا احد المسؤولين في اتحاد الكره السابق طلع وقال لك صلاح ما بيردش علينا. يعني الكلام ده مش بقول انفراد ولا اقول اي حاجه ده طلع على الهواء. انا عايز اقول لك حاجه بس عشان الموضوع ده تحديدا وبرضه هي معلومات وقد تكون المعلومات الثانيه اتقالت لك من قصه ثانيه من اتجاه ثاني. انا كان عندي علاقه جيده جدا مع مجموعه كبيره من الجهاز الفني السابق وزي ما عندي علاقات جيده مع مجموعه كويسه من اللي موجودين دلوقتي كلنا واحد. يعني انا في الاخر بقول لك على معلومات ان محمد صلاح لم يطلب على الاقل في الجهاز اللي فات مش هقول لك اللي قبله مع ان انا عندي معلومه برضو في ان الجهاز اللي قبله ما كانش طلب. هو ما طلبش بشكل مباشر صلاح لم يطلب اطلاقا ان يكون قائدا للمنتخب. استنى يا كابتن اوضح بس استاذ عويس اوضح يعني. بص يا كابتن معلش اوضح عشان النقطه دي اوضح النقطه دي. انت بص مش هتطلب تقول انا عايز ابقى كابتن فريق بس تعمل شويه حاجات مع بعض لما تجمعهم وتحطهم في خلاط يعني هو تحطهم في خلاط وتطلعهم يبقى انت عايز كابتن فريق. طيب هنكمل كلامنا ولكن القادم هنتكلم عن شكل الدوري العام المصري بعد تصريحات الاستاذ او اللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم الرابطه والاستاذ احمد دياب والاستاذ شريف صالح عضو الرابطه. هنتكلم عن كل هذه الامور ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ويعني يا ريت نتناقش بقى احنا الاربعه مش هقعد الف اللفه هي خلينا نتناقش في هذا الامر لانه امر مهم جدا. هل حضرتك مع ان شكل الدوري او خلاص هو تم الاستقرار على ان شكل الدوري في الموسم القادم 34 فريق بنفس النظام وبنفس الشكل على الرغم من ان حتى الان لم تصل لاي نادي من الانديه اي لائحه بتقول شكل الدوري شكله عامل ازاي؟ لائحه نظام يعني نظام الدوري وان هو بنفس النظام القديم اللي هو الدوري المؤتل التقليدي اللي اعلنوه لغايه دلوقتي. لا انا مش معاه. اوكي انا ضد هذا النظام لان ده يعني احنا كده بنلف في دايره مغلقه وان الازمه اللي موجوده فيها الكره المصريه وازمه المباريات وازمه الاجهاد والحاجات اللي احنا بنعاني منها كلها هتمشي ماشيه معانا سنه واثنين وثلاثه جايين. كان لابد من عمل موسم استثنائي يتم حتم. انت بتتكلم دلوقتي احنا لسه الدوري بتاعنا هيبدا 25 اكتوبر. هتكون الدورات في العالم دخلت في الاسبوع من 10 ل 15 اسبوع واحنا لسه ما بدناش الكوره اصلا عندنا. فطبعا عمليه كارثيه جدا بالنسبه لنا كدوري مصري. انا وجهه نظري كان لابد من دوري استثنائي والانديه كلها تتفق على ده وتضحي من اجل مصلحتها ومصلحه لاعبيها ومصلحه الكوره في مصر بس ان احنا ننهي مبكرا ونبدا بقى بعد كده. احنا كده قدامنا 3 4 سنين يعني هنحاول كل سنه نقلل اسبوع من المسابقه علشان نقدر نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. فانا شايف ان الوضع اللي احنا فيه ده وضع غير لائق وغير مناسب الحقيقه. مرفوض يعني مرفوض طبعا لان احنا ايه اللي مرفوض؟ الدوري بالشكل ده. اوكي. لانه هو هم بيعلنوا بيقولوا ان الدوري هيبدا في اكتوبر ويخلص في اغسطس. ده عمليا مستحيل. مستحيل يعني ده مش هيحصل. ثم انا شايف ان ممكن ده ما يحصلش اصلا. بمعنى انا شايف ان ممكن اللجنه الموجوده ما تكملش ولا المجلس الموجود ده يكمل. يا حبيب قلبي بس الدوري على طول متشائم في موضوع اللجنه. انا صح. اللجنه مش هتكمل. اللجنه مش هتكمل. هو انت يعني انت قلت انا صح وكل اللي انا قلته حصل اللي هو ان اللجنه اتشكلت واللي هي بقت مسؤوله عن الدوري وانها هتبقى مسؤوله عن النقل التلفزيوني وهتغير شكل النقل التلفزيوني وهتبدا في مفاوضات. هو في دوري بدا في حاجه اتغيرت بالشكل ده؟ هو في دوري مش حاجه اتغيرت. هو في على فكره انا لما قلت ان اللجنه دي مش حاجه اتغيرت في دوري. لا مش غير حاجه. اولا بص مفيش تغيير حصل يا عم. هو انت دلوقتي في دوري مفيش حاجه اسمها في العالم دوري من دوري من دور ونص ومن دور وربع ونلعب الثمانيه اللي فوق مع التسعه اللي تحت. الحقيقه ده كان اسمه هزار. يا تلعب دوري يا تلغي الدوري خالص. يعني تلغي بطوله الدوري تماما
وتلعب بطولة ماتش قبل كده. لا معاك في الموضوع ما عملتش قبل كده ليه؟ ما يبقى عندك استثناء. ده حاجه استثناء. ما هو دوري المجموعتين ده ما كانش دوري. ما عملتوش؟ ما كانش دوري. انا وجهه نظري كنت لغيت الدوري خالص. امال الحاج عمل ايه؟ وتعمل ايه بقى؟ وتعمل كاس الاتحاد كده. هتلعب السنه كلها كاس الاتحاد. كاس الاتحاد اللي عمله. فاكر الدوري ده محمود الجار الله يرحمه؟ طب نسمع بعض عشان الناس. كاس الاتحاد فاكر كاس الاتحاد اللي عمله في سنه 90 لما لغينا الدوري؟ انا معاك. وتبدا تاني في شهر 7 تبدا دوري او 8 اللي جاي تبدا دوري محترم كامل لانه انت بتدفع ثمن كل اللي حصل في السنين اللي فاتت. تمام. انا بسمع خلاص ما هيش في خسائر. ما هو الدوري ودوري ونص ده ما فيش خسائر. طب ما هو الدوري ممكن دوري مجموعتين برضو يؤدي الغرض. دوري مجموعتين هتقلل الاسابيع. دوري مجموعتين هتقلل الاسابيع اللي موجوده. هتلعب اولا 9 فرق و9 فرق هتقلل الاسابيع. تمام. طب مين اللي قال لك ان التسع دوري هو يعني ايه كلمه دوري؟ معروف عارفين يعني كل الفرق تلعب مع بعض. طالما هتحدد بطل دوري على دوري مجموعتين بس ده مش بطل دوري. ماشي بس هتحدد بطل ما خلاص استثنائي الغيه. اعتبره ملغي. خلاص ما تحسبوش. بس مع بعضيها ما تحسبوش في هيبقى موسم كده بين قوسين بين قوسين. هتحدد التسع فرق اللي راحوا هنا ازاي؟ الدوري الدوري في فرقه هتطلع بطل اللي خدوا مجموعتين نلغي. لا ما تلغوش. ما هو طب ما هو يا جماعه ما حسب ساعتها ما كان استثنائي. ما هو انت هتعمله برضه استثنائي. ما هو انت هتفضل تعمل استثنائي غلط. يعني انت عشان عملت استثناء مره غلط. طب افضل اعتمادة في الغلط دلوقتي لحد ما بقول لك يا تعمل دوري يا تعمل دوري عام. هو الحاج عمرو حسين محتكف بقاله 8 ايام عشان يطلع بنفس نفس لا ما هو طالما نفس الموضوع. اولا انديه الدوري رفضت الدوري الموسم الدوري ودوري ونص ده. 11 نادي من 18 والاهلي والزمالك طلبوا دراسه وما استنوش يدرسوا. يعني دوري ده كده اعلى 11 للاستاذ احمد عويس. دور الرابطه ان هي تاخد اصوات الانديه ولا الانديه بعد اذن الاداره لو تقدروا تسمحوا لي ب 10 دقائق زياده يعني عشان بس نكمل هذا النقاش لانه نقاش مهم جدا. ولا دور الرابطه اللي تم تفويضها ان هي تدير المسابقه دون ابداء اراء من الانديه. هو ده. لو انت عاملها عشان تصويت وترجع للانديه ما كانش يبقى موجود احسن. مظبوط. وتسيب الموضوع مع الصحوره صح. انما كان يبقى في احنا قلنا تاني هذا العام هو عام استثنائي للرابطه. للرابطه خلي لي الدوري بالمره. الرابطه داخله زي ما بنقول يا جماعه. انت لما بتشتري عربيه بتاخدها وتنزل بيها على المحور ولا تتعلم السواقه؟ هم بيتعلموا السواقه. بيتعلموا السواقه في الدوري السنه دي. هم انتخبوهم من اسبوع. النهارده انت بتقول له غير شكل الدوري عشان الرعايات تخسر عشان الانديه تخسر عشان كل حاجه تخسر. فالحقيقه انت بتطالب منهم المستحيل في 5 ايام. فهو مضطر ياخد تصويت الانديه لانه مش هيقدر يجبر الانديه. هم كان اللجنه واعتقد حكيم عادل ولازم يجبر الانديه. كانوا ولازم يجبر. كان رايهم الامثل ان هو الدوري دور ونص ده اللي هو يعمل دوري من دور واحد وياخد الثمانيه الاوائل يعملوا دوري والعشره اللي تحت يعملوا دوري. عايز اقول لك حاجه يا كابتن. أيوة لا مش كل لعب بعض. كلام الاستاذ عويس بالمناسبه اكمل الفكره دي وبعدين لما تاخد الثمانيه اللي انت خدتهم تحت دول هتاخدهم ازاي؟ هل هتاخدهم بنقاطهم في الدوري اللي اتلعب دور واحد ولا هتاخدهم ولا هتاخدهم وتبدا من زيرو؟ فممكن الثامن اللي طالع الثامن ياخد الدوري وانا ابقى عامل نقط وعامل التصور كده. التصور كان في جزء ثاني مختلف. نسمع بعض عشان نوصل فتصور يعني ما كانش واضح قوي لانه الانديه نفسها ما وصلهاش التصور ده. فقال لك لا نلعب دوري. الدوري لو انتهى في اغسطس زي ما هم قالوا اغسطس 31 اغسطس. لا انا مش اتحدى. انا بقول لك لو انتهى ازاي. بقول لك انت عندك كاس عرب كاس امم تصفيات كاس عالم. انت هتبدا كوره كاس عالم هتبدا كوره منتظمه في ابريل. انهي ابريل؟ ابريل اللي جاي. وتخلص يعني الكوره المنتظمه انت عندك خلص علينا. عندك اكتوبر نصه ماتشين ليبيا. عندك نوفمبر نصه ماتشين انجولا والجابون. عندك ديسمبر كاس العرب من 30 نوفمبر لحد 18 ديسمبر. عندك بعد كده 26 السوبر بتاع الاهلي. عندك يناير كل ماتشات كاس الامم الافريقيه كاس العالم الانديه كاس العالم الانديه في فبراير. الاجنده الدوليه من يوم 27 ديسمبر بتاعت المنتخب عشان يروح يلعب كاس الامم الافريقيه. عندك يناير كله طاير في كاس الامم الافريقيه. عندك فبراير كاس العالم الانديه 12 يوم على الاقل كاس العالم الانديه في ابو ظبي. ماشي. طب الدوري كده هيخلص على كام؟ مارس عندك ان شاء الله ان شاء الله لو ربنا كرمنا ماتشين البلاي اوف بتوع كاس العالم. اذا بدايه الكوره ده غير بقى ايه غير دور المجموعات ماشي. للانديه في دوري ابطال افريقيا. بس عايز اوضح نقطه معلش ثانيه واحده بس ممكن اسمع عبد الحكيم. بص يا كابتن فيما يخص موضوع الشكل العام للقرعه هم كمداولات داخليا بينهم كانوا قدامهم اقتراحين تانيين بعد الانديه ما رفضت
انك تلعب بالشكل ده. هم قدموا للانديه مش قدموا هم اتناقشوا من بعض قالوا لهم عشان السنه دي نعديها هنلعب شكل هنلعب ال 18 نلعب من دور واحد تمام الثمانيه الاوائل يصعدوا يلعبوا دوري من مجموعتين بس هياخدوا النقط بتاعت ماتشاتهم مع بعض مش هيطلعوا زيرو نقط هياخدوا نتائج مباراتهم مع بعض لكن العشرة تنم هتخصم النتائج بتاعتهم هتبقى بره الموضوع هياخدوا نتائج الثمانيه مع بعض كل واحد عشان يبقى كانوا دوري من دورين بين الثمان فرق بين الثمان فرق العشر دي حاجه مثلا تكمل لك في نقطه مهمه جدا يعني الاعتكاف يجيب حاجات زي كده اللي انت تقعد وتدور انما تجيب نفس الحلول طب احنا لا للامانه هو نفس الحلول يا جماعه معلش هو نفس الحلول في النهايه احنا كل اللي بنتكلم فيه بس ده بس في نقطه ثانيه يا كابتن قبل بس ما تقول النقطه الثانيه لانه مشاركني في الموضوع اتفضل انه خلاص 11 نادي مش موافقين لا مش مزاجهم شكرا في 11 واثنين قالوا ندرس حضرتك هي الرابطه دي لا لا لا, لا. معلش خلينا نتكلم بالمنطق هي الرابطه دي مين اللي جايبها ليه عشان ايه عشان ناخد رايهم كل شويه طب امال عشان ايه لا عشان يديروا يديروا مسابقه لا انا حاسس بس هو لازم حاجه في اللائحه ما خدوا بالكم يا جماعه شكل الحاجه دي لازم تاخد رايها عشان الفلوس عقود بس الفضاء الاهلي عنده 500 مليون وفي حاجه مهمه جدا انت ما خدتش راينا الفلوس هتخصم منك اللجنه في لائحتها لا تستطيع تغيير شكل مسابقه الدوري العام دون الرجوع للاتحاد المصري لكرة القدم او الجمعيه العموميه فانت هتغير شكل الدوري طب كده نقفل الحلقه ونمشي انا بتكلم في تاني 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 هقول لك ما هو تاني يا جماعه كده ضمنت دي لجنه مش ضمنت لا ده قفلت ما احنا قلنا دي لجنه جايه عشان معلش برضه عشان برضه نفس الموضوع اللي في دماغي ما هو ده برضه نفس الكلام يا عويس انا النهارده شفت صراحات اللي هو ثروت سويلم واتكلمت عنها حتى في البدايه قال لك احنا الانديه هنطلب من الانديه او مش هنطلب الملاعب اللي هتلعب عليها الانديه يجب ان تكون مجهزه بشكل معين علشان البث التلفزيوني يصبح بجوده اعلى. طيب نادي زي اي اكس من الانديه اللي يا دوبك ممشي نفسه بيأجر النادي الفلاني في الحته الفلانيه ب 10 جنيه. فجه الاتحاد قال له لا مش هتلعب هناك هتلعب او جت اللجنه او الرابطه قالت له مش هتلعب هنا هتلعب في استاد القاهره. طيب الفرق ما بين استاد القاهره والاستاد الاكس ده اللي هو كان ايه على قده 20 جنيه مين اللي هيدفع ال 20 جنيه ومين اللي هيعمل ايه انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده اصلا كل اللي كان حتى كان في بعض الناس بتطلع تتكلم تقول لك الاهلي كان بيلعب في المكان الفلاني واحنا بنلعب في المكان الفلاني الماتشات بدون جمهور ماتشات اللي بيحضروا فيها 25 واحد مش القصه مش في الجمهور أوكي. القصه في الفارق 20 30 الف جنيه يا كابتن ما هو مين في ما هو 20 30 الف جنيه في 18 ماتش او في 9 ماتشات برضه بمبلغ ب 100 لا بمبلغ طب وانا انا كنادي مش هقدر ادفع انا بدفع لانديه وبدفع وزاره الرياضه بتتحمل كتير ده هيرجعنا اوكي ما لا لا ده هيرجعنا لايه؟ هيرجعنا ده ولا بطولات الطاوله؟ ان الملاعب 5 مليون جنيه اي فريق عندك في الدوري المنتزه يكون عنده ملعب ايوه ده كان في بتاع لا دي قصه ثانيه من الانديه المحترفه يجب ان تكون عندها ملاعب سواء مؤجره او يبقى عندك ملعب ومعروف ما انا ماليش دعوه بيك بقى بس يعني انا اقصد ده دوري المحترفين بقى المفروض انك اللي احنا مش عارفين نطبقه من بقى على فكره انا 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 في موضوع الرابطه ده عكسك بقى تماما انا شايف ان الرابطه ماشي انا شايف ان هي خطوه كويسه والله انا شايف ان هي خطوه كويسه جدا لما تبقى رابطه خطوه كويسه جدا تصوراتهم هم وتصوراتهم في اللي بيتقال ده على فكره هي تصورات كويسه بس ما ينفعش اطلع اقول كلام زي ده في ظل ان انا عارف ان في انديه هتطلع تقول لي ما لو يعني هتطلع تقول لي طب انا هدفع فرق الفلوس اللي انت عايزه ده ازاي هم ورق على فكره انا ما حدش قال لي عشان كده عشان كده بقول لما تملك انت كرابطه لما تملك انا متفائل جدا انما هو مش ما فيش اليات يعني الناس تمشيهم ولا الناس تبدا تديهم الياتهم تديهم اليات ما هي الاليه بالممارسه يعني هم بيتضربوا كتف من هم المهندس احمد مجاهد هم انت لو سمعت المداخله بتاعت المهندس احمد مجاهد وهو بيتكلم وهما بيقولوا ان احنا هنعمل تصورات كويسه جدا وهنغير شكل المسابقه وبنعكف او المهندس او الحاج عامر حسين معتكف علشان المسابقه فطلع في مداخله قال لك طلع الموضوع بره تماما خالص قال لك فلان الفلاني صاحبي وصديقنا وفلان الفلاني صاحبنا وصديقنا احنا ما بنتكلمش احنا قرايبك ولا حبايبك احنا بنتكلم هم هيعملوا ايه فلكوا في النهايه هم مش في ايدهم تغيير شكل المسابقه بص يا خالد بس الجمعيه العموميه الجمعيه العموميه تملك اي حاجه الجمعيه العموميه تملك اي حاجه وال 18 نادي هم الجمعيه العموميه للبطوله دي بص بالظبط فالموضوع منتهي يعني لو 10 من ال بس عشان ننصف حاجه يا كابتن اسلام الناس دي اللي جايه للامانه والله انا اقسم على فكره انا معاك والله انا الرابطه دي على فكره المجموعه دي لو النادي اديتها فرصه تشتغل للامانه والله
عاملين افكار كويسه جدا. على فكره الاستاذ احمد دياب وكابتن عماد والاستاذ شريف صالح واللواء ثروت واللواء صفي خلاص افاضل كلهم واللواء عامر كل ده جميل كابتن عامر كلها ناس محترمه جدا وكل حاجه وعندهم افكار هل عندهم سلطات يا جماعه هل عندهم سلطات لو عندهم سلطات 10% كتير طب ما جاي ليه لما بيتحاربوا كتير ده طبيعي على فكره ان احنا نشوف جديد عندهم سلطات 10% فحلو لا 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 انتم عندكوش سلطات فتمشوا ولا نحاول نساعدهم نخليها 11% 20% خلاص جنبهم في المية لا 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 على فكره الكلام ده كلام عندهمش سلطات عشان نساعدهم ده المقر بتاعهم يا استاذ خالد المقر بتاعهم الراجل جايبه على حسابه انت متخيل الموضوع ده بغض النظر بقى على حسابهم ولا مش هو ده صح ده مش صح ده مش صح طب ما انت مانعهم هتعمل ايه او مش مانعهم انت بتضايقهم انت بتضايقهم لا بلاش مانعهم انا اسف الكلمه بتضايقهم عملت يعني تاخد منهم صلاحيات ما هو عشان كده بقول لك المفروض طب خلاص يعني هم خدوا هم اتحطوا على التراك دلوقتي وقرروا يجروا في السبق فاحنا نساندهم عشان يكسبوا السبق انا وجهه نظري كده فعلا ولا نقرر نقول لهم لا اطلعوا السبق لا نقدر نقول لهم الكلام في 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 منطقه او انت واخد كلامي في منطقه ان انا مش عايزهم يشتغلوا لا طبعا ما انت عايز ايه انا بتكلم ان اتحاد الكوره يسيبه يشتغل ما هو اتحاد الكوره اداله اللجنه لا ما هو انت دلوقتي مش في اتحاد منتخب جاي لما اتحاد المنتخب يجي ويلاقي لجنه موجوده ولا هيبدا يشكل في لجنه موجوده وبدات تاخد خطوات فيبدا يبني عليها يعني العميد ثروت سويلة متكلم على موضوع بس بما انك قريب من الملف ده معلش هقطعك في الجزئيه دي اتحاد الكوره اللي جاي هيجي على اللائحه الجديده لا القديمه طيب التعديلات هتتم اصل وفي في الاتحاد اللي جاي بقى المفروض يخليهم بقى لجنه في يعني هيجي على اللائحه القديمه في حاجه بس في حاجه ما هو في لائحه جديده بتتعمل وفي تعديلات هتتعمل على اللائحه الجديده على اللائحه الجديده يا جماعه ما هو ثانيه واحده اللائحه الجديده لم يعتمدها الدكتور اشرف صبحي حتى الان ليه اساله هو مش يعني هو طب حد قدمها له اصلا هو مش فاضي من زمان لم تعتمد حتى الان اسالوه يا جماعه ما تسالوش بتسالوه اللائحه انت قريب من الملف ده انا بقول لك اهو صبحي تروح تساله يقول لك ما جاتليش لائحه لا لائحه عنده بيقول لك ما عنديش لائحه لا استاذ احمد عاوز قريب من الملف انا بقول لك هي عنده وعنده ولا فتره تمام هو مؤكد معلومه تمام فدلوقتي بعتوا للفيفا قالوا له ان بعض اعضاء الجمعيه العموميه عايزين يعدلوا على اللائحه فقالوا له يعدلوا على اللائحه ليه؟ ما احنا لسه متعدله متعدله ومعموله جمعيه عموميه وتم اعتمادها لا اصل ما اتنشرتش فطبعا الحقيقه دربكه وفي جيم بيتعمل عموما خلينا نشوف خلينا نشوف اللي يحصل الفتره عشان الناس دي طب اكمل يا جماعه طيب اكمل في جيم بيتعمل وفي اطراف كتيره جدا متصارعه اعتقد ان هي هتتحسم قبل 30 نوفمبر وهيبقى في اتحاد جديد منتخب نوفمبر ولا اكتوبر؟ لا نوفمبر حتى لو الاتحاد جاي معلش يا استاذ قبل ما الكابتن يسمي الحرب مش انت مش عايز تسيبهم سبت لهم الدوري دلوقتي لو سبتهم يشتغلوا الحرب طبعا مصطلح. لو سبتهم يشتغلوا هياخدوا منك بعد شويه دوري الدرجه الثانيه والثالثه لو سبتهم بعد شويه ياخدوا منك طب ما حقهم بطولات الناشئين لا لا هي رابطه الدرجه الثانيه ورابطه الدرجه كل بطوله ليها بطولات الشباب دي المفاجاه على فكره لا الشباب تبعهم كل ما يخص المنتخبات والشباب والناشئين البطولات بطولات دوري الدرجه الثالثه وبطولات الشباب كلها تبعهم فهم مش هيسيبوا كل حضرتك يا استاذ حكيم مش هو ده اللي بيحصل في العالم كله هي الكره لازم كلها تبقى محترفه انت بتفرغني انا ما هو انت بتفرغني انا من صلاحياتي انا كده معايا المنتخب لو انت مين اللي هو انت الاتحاد يعني اللجنه او الاتحاد ما هو ده وجهه نظر كده ما اعرفش بس في الاخر انا ما هو العالم كله ماشي كده لان هو رابطه الاتحاد انا كده راجل موسمي يا كابتن اسلام بمعنى ان انا لما المنتخب يتجمع انت تعرف رئيس الاتحاد الانجليزي اسمه ايه؟ لا تعرف رئيس الاتحاد الالماني اسمه ايه؟ لا تعرف رئيس الاتحاد لكن نعرف ادق التفاصيل بتاعت رابطه الانديه الانجليزيه برافو عليك ادق التفاصيل يعني الارقام العود اللي عاملها الانجليزي هناك اسمه فالقصه بالنسبه لي مش ان احنا القصه بالنسبه لي ان احنا شايفين حاجه جديده وشكلها كويس في البدايه عندهم بعض الاخطاء واحنا دايما بنحاول نحسن هذا الموضوع طبعاً. لكن في النهايه احنا كلنا في ظهر الرابطه وكلنا في ظهر احنا اخطاءنا انتقدتهم بس لازم ندعم التجربه لازم ندعم ان احنا بدل 10% نخليهم 30 بالظبط كده هو ده الملاعب الاتحاد الافريقي عمل لجنه اسمها لجنه الملاعب كل نص ساعه بتستبعد ملاعب استبعدت الملاعب الانديه السودانيه والانديه السودانيه تلعب في مبارياتها في دوري ابطال افريقيا هنا استبعدت دول المغرب هتستضيف 14 مباراه في تصفيات كاس العالم انت متخيل الرقم 9 دول هيلعبوا في المغرب فانت بمنتهى البساطه لو انت صاحب قرار تعلن انه الاستاد الفلاني والاستاد الفلاني هي دي السكه بتاعتك هتيجي على الانديه انا مش دي بقى لان انا في الاخر اللي يهمني ان نادي جماهيري ما يقدرش يدفع الفارق اللي هيصل لمليون يبقى في دعم بقى ده في دعم برافو عليك يا كابتن لو بعد وده اللي عايزين نوصل بعد كده يعني ان لما البث يتحسن من امر لجنه البث يتحسن
هتبقى الامور افضل، وبالتالي اللي داخل يشتري الدوري بدل ما يشتريه بجنيه هيشتريه بثلاثه، وبالتالي النادي اللي بيخش له نص جنيه هيخش له 70 قرش 80 قرش فيقدر يشتغل بيهم. هي دي النقطه خصخصه اللي ممكن يشتغل. اهم حاجه هم عندهم افكار لتسويق الدوري عربيا وافريقيا على فكره. يعني عندهم افكار لتسويق بس الدوري عربيا وافريقيا. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. شرفتونا ونورتونا كالعاده الحقيقه استاذ محمد، انا بشكرك، استاذ خالد بشكرك، استاذ عويس بشكرك، استاذ حكيم بشكرك، يعني الحقيقه شرفتونا ونورتونا، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنكمل كلامنا دائما زي ما متعودين مع جمهوركم وجمهور النادي الاهلي من خلال البيت الكبير. اشكركم على التواجد معانا، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره هكون مع حضراتكم. ما تنسوش ان بكره ميعادنا بيكون الساعه 11 بعد حلقه المهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي ملك وكتابه، الساعه 11 تماما هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره. اشكركم وان شاء الله اشوف حضراتكم على خير.